حتى الآن عندنا إلحاد في أسماء الله، يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، علة فاعلة ثالث ثلاثة وقادر على اختراع. هذا الأخ اسمه جمعة، في اللغة أي لغة؟ في اللغة العربية. إذا راح أمريكا إن شاء الله ما تروح، إذا راح أمريكا إيش ينادوا هناك؟ فرايدي؟ لا، ينادوا جمعة صح. وراح الصين جمعة، راح الهند جمعة، هذا اسمه جمعة في اللغة الإنجليزية، في اللغة الفرنسية، في اللغة الهندية، في كل لغة. أسماء الله كما هي، الله في اللغة العربية، في اللغة الإنجليزية. ما يمكن أن في اللغة الإنجليزية تغير اسم الله. ممكن تشرح، لا إشكال، تشرح تقول الله معناه باللغة الإنجليزية، أنا لا أعرف أعبر الآن، يقول الله معناه هو المألوه المعبود محبة وتعظيم.